مرحبا. اللي شاف الفيديو المتعلق دي سون دو شارج سيغ بوطو هيعقل على مثال دومبيك وحليمه. كنا شرحنا به كيفاش كتنتقل الاحمال من الفوق حتى للتحت، لكن في حاله البوتر لا شارج اللي كتهمنا نحسبه هي اللي نازله فوق الطهر فقط، او بعباره تليق بعقليه المشاهد لا شارج اللي نازله فوق البوتر. وعرفنا باللي حمل حليمه هو عباره عن شارج كونسنتري، ووزن الطهر هو شارج ريبارتي. ملي كنا باغيين نحسبوا البوطو كان كيهمنا نحولوا لي شارج كاملين لدي شارج كونسنتري، لكن حاليا غنحسبوا الاحمال فوق البوتر، لذلك خاصنا نحافظوا على الاوزان اللي نازله فوقها كما هي عليه. لي كونسنتري يبقى كونسنتري، واللي ريبارتي يبقى ريبارتي. على داكشي خاصنا نحولوا وزن الطاهر لشارج ريبارتي بقسمه 70 كيلوغرام اللي هو وزنه على متر و70 اللي هو طوله، باش نحصلوا على 41.18 كيلوغرام بار متر ليني. وهكذا غيكون لي شارج اللي نازلين فوق الطهر هما 60 كيلوغرام و 41.18 كيلوغرام بار متر ليني، من غير ما تجمعهم لان الوحدات ديالهم مختلفين. وكنا شفنا من قبل باللي ديسون دو شارج كيكون فوق لي بوطو ولي بوتر، وحاولنا نفهمو ماذا يجري على البوطو، ودابا غنحاولوا نفهموا لي بوتر. عندنا نفس البلان ديال التمرين السابق ونفس لي بوا فوليبي وسيرفاسي، من قبل خدمناهم على البوطو ودابا غنخدمهم على البوتر. كاين دي شارج بيرمانون وشارج فاريونت، والسؤال المطروح هو شحال ديال الشارج اللي نازله على لي بوتر ان 1 ان 2 وان 3. كما تعودنا ضروري نفهموا موقعنا من الفضاء باش ما نتلفوش على الدرب، والشكل اون 3 دي هو عشرنا لحل هذه المعضله. كما كيتبيننا من الشكل ان الغايه من حساب ديسون دو شارج سيغ بوتر هو ترسم في النهايه هذا الشكل الشهير في درس الار دي ام باش تحسب المومون فليشيسون ولي فور ترونشون. بالنسبه لتحديد سيرفاس دانفليونس ديال بوتر عندنا جوج احتمالات، اما البلانشي تكون دال بلان ورمزها كيكون عباره عن دائره مكتوب وسطها لي بيسور ديال لا دال وزوج خطوط، او بلانشي تكون دال كروز ورمزها سهم بزوج ريوس كيبينوا سونس دو بوتريل. حاليا هنبداو بالسهله اللي كتقسم فيه لي شارج ديال البلانشي على زوج، ونخليو الفيلم الهندي ديال كيفيه تقسيم لي شارج ديال البلانشي الفيديو المقبل ان شاء الله. في المثال اللي عندنا لي بلانشي كلهم اون بوتريل اي اوردي، على داكشي لي سيرفاس هيتقسموا على زوج وهينزلوا على البوتر ان 1 وان 3. بالنسبه للان 1 هذا السيرفاس الحمراء وزنها الملون بالغوص، ان 2 الملونه بالاصفر ما هز غير راسها، وان 3 الملون بالاخضر فاتح هز المساحه الخضراء ووزنه. وهاد المساحات عندها ابعاد 1.50 على العرض و 5.4 على الطول، واكيد عرض البوتخ هو 0.30 متر. نحطوا الشكل والمعطيات قدامنا ونبداو نحلوا التمرين في الجدول التحت. الى حاولنا نحسبوا ديسون شارج اللي نازله على البوتخ ان 1 غادي نديروا الكوميول ديال كاع لي زيليمون اللي متواجدين في سيرفاس دانفليونس ديال الان 1، وهي تقريبا نفس الجدول اللي عمرناه ديال البوطو، فقط الفرق ما بيناتهم ان هنا ما كاينش الكوميول من بعد ما تحسب لي شارج كلها اللي نزلت على الان 1، بمعنى اخر ما غاديش تحتاج تدوزها لبوتخ اخرى، كتحسب او نيفو ديال داك البوتخ فقط. عندنا في هذا البوتخ ان 1 دال كروز 16+4 شاب دو مورتي لتانشيتي ملتي كوش لتانشيتي لوندوي سو بلانشي لوندوي سو بوتر والبوتر. دال كروز عندنا العرض ديالها 1.5 متر، غادي نضربوها في البوا سيرفاسيك ديالها 2.85، غادي نحصلوا على البوا كيلو نيوتون بار متر لينير 4.28 كيلو نيوتون بار متر لينير. السؤال اللي غيبقى مطروح، علاش ما ضربناش البوا سيرفاسيك فلا سيرفاس كيف ما درناها في البوطو؟ يعني علاش ما درناش 1.5 مضروبه في الطول اللي هو 5 مثلا، واكتفينا فقط ب 1.5؟ هنا اللي خصك تعرف ان ديسون شارج سيغ بوتر خصو يكون موزع على الطول ديال البوتر، وهنا الا انت ضربتي في الطول ديال البوتر اللي هو 5 غتكون رجعتيها كونسونطري، وهذا لا يليق الا بالديسون شارج سيغ بوتو، لان البوطو المساحه ديالو صغيره ولا شارج كلها اللي مكبوبه فيه لازم انها تكونسونطرا باش تقدر تنزل على داك لا سيرفاس الصغيره. على داك الشيء الا كان اي اليمون عندنا
البوا سيرفاسيك ديالو مثلا كيلو نيوتن بار متر كاري كنضربوه في المتر كاري باش تكونسونطرا، الا كانت الكيلو نيوتن بار متر كوب كنضربوه في المتر كوب باش يتكونسونطرا، والا كان كيلو نيوتن بار متر لينير كنضربوه في المتر لينير باش يتكونسونطرا. لكن بالنسبه للديسون شارج سيغ بوتر دائما كنحاولوا نحافظوا على بار متر لينير، يعني الا كان عندنا البوا فوليميك غادي نحرصوا اننا نضربوه في لا سيرفاس، وهاد السيرفاس ماشي هي 1.5 مضروبة في 5، حيت دائما خصك تجنب انك تضرب في الطول ديال البوتر. بمجرد ما كتضرب في الطول ديال البوتر فانت كتكونسونطريها، كتحكم عليها انها تكون كونسونطري على البوتر، ولكن حنا بغيناها تبقى موزعة على الطول ديال 5 المتر. اذا الغي 5 المتر من القاموس ديالك وشوف اشنو بقالك من الابعاد في هاد لا سيرفاس، باقي لك 1.5 اللي هو العرض وليبيسور ديال الضالة. فهاد الحالة ما غنحتاجوش ليبيسور لاننا اصلا عندنا البوا سيرفاسي يعني كيلو نيوتن بار متر كاري، اذا غادي نحتاجو نضربو في طول واحد باش يبقى لنا كيلو نيوتن بار متر لينير. هاد الطول الوحيد هو 1.5، لذلك حطينا 1.5 وضربناها ب 2.85 وحصلنا على 4.27، ولينا عاوتاني حسبنا 1.5 وضربناها ب 2.85 بنفس الطريقة على الجهة اليسرى وعلى الجهة اليمنى بالنسبة للسيرفاس الحمراء. شاب دومورتي نازلة على العرض كامل 1.5 زائد 0.3 زائد 1.5 هي 3.3، وكذلك ما ضربناهاش في الطول واكتفينا فقط ببعد واحد لان عندنا هنا البوا سيرفاسيك 0.4. وكاين اللي غيتسائل منين جات داك 0.4، بينما حنا عندنا البوا فوليوميك ديال شاب دو بورتي هو 0.20 كيلو نيوتن بار متر كاري بار سنتيمتر، وحنا حطينا 0.4. اللي بغى يفهم يرجع لي فيديو الخاصين بديسونت شارج سيغ بوطو. هنا غادي تلاحظوا باننا لي ديسونت كاملين اللي درنا اننا ضربنا في بعد واحد بالنسبه للبوا سيرفاسي. اجيو نشوفوا لوندوي سو بلونشي ولوندوي سو بوتر والبوتر. هنا عندنا غادي نتعاملوا مع البوا فوليميك يعني كيلو نيوتن بار متر كيوب، هنا غادي نكونوا مضطرين اننا نضربوا في سيرفاس يعني نضربوا في متر كاري باش تبقى عندنا كيلو نيوتن بار متر لينير. اشنو هما هاد الابعاد اللي عندنا في الفوليوم؟ هو الطول والعرض وليبيسور. الطول 5 متر والعرض متر ونص وليبيسور على حسب، مثلا بالنسبه للوندوي ليبيسور هو 0.01، وحنا اتفقنا على اننا لازم نلغيو الطول ديال البوتخ اللي هو 5 متر من الحسابات ديالنا. شنو غيبقى لنا؟ غتبقى لنا 1.5 مضروبه في 0.01. بالنسبه للوندوي سو بلونشي درت 3 يعني على الجانب الايسر والايمن، 1.5 زائد 1.5 هي 3، وضربتها في ليبيسور 0.01 وضربتها في البوا فوليميك 18 غنحصلوا على 0.54 كيلو نيوتن بار متر لينيير. الا شفنا البوتر ضربت في 0.3 اللي هو العرض ديالها و 0.6 اللي هو الارتفاع ديالها وتجاهلت الطول ديالها 5 متر وضربتها في 25 كيلو نيوتن بار متر كيوب حصلت على 4.5 كيلو نيوتن بار متر لينير. في حالة الا بغيت نكونسونطري هاد لا شارج غادي نضرب 4.5 في 5 متر، من بعد كيكون عندنا لا شارج كوميلي اللي نازله على هاد البوتخ ان ا هو 16.13 كيلو نيوتن بار متر لينير. هادي بالنسبه للبيرمانونت. بالنسبه للشارج ديكسبلوطاسيون عندنا العرض 3.3 مضروبه في 1.5 غنحصلوا على 4.95 كيلو نيوتن بار متر لينير. الا بغينا نديروا الكومبينيزون دي شارج بالنسبه لطاليميت التيم كتساوي شارج بيرمانونت اللي هي 16.13 كيلو نيوتن بار متر لينير مضروبه في 1.35 زائد شارج ديكسبلوطاسيون اللي هي 4.95 مضروبه في 1.5 كنحصلوا على 29.20. بالنسبه لشارج اليطاليميت سيرفيس هي جي بلس كيو يعني هي 16.13 زائد 4.95 كتساوي 21.08 كيلو نيوتن بار متر لينير. سالينا من الان ا وندوزو حاليا للان 2 البوتر الصفراء. هاد البوتر الا لاحظتوا انها ما كتهز حتى شي شارج من ليضال، لان ليضال اللي في جنبها بجوجهم كيصيفطوا لا شارج ديالهم لي بوتر ان 1 والان 3، اما الان 2 فهي ما هازه غير الثقل ديالها زائد دوك لي طونشيتي ولوندوي اللي كيكون من فوقها فقط. على داكشي غادي نتعاملوا فقط مع العرض ديال هاد البوتر ان 2. هنا ما عندناش البلونشي ولكن عندنا شاب دومورتي اللي نازل على البوتر، وعندنا لي طونشيتي ملتي كوش، عندنا لي طونشيتي، عندنا لوندوي سو بوتر، وعندنا البوتر. لوندوي سو بلونشي حتى هو ما كاينش لان البلونشي نفسها ما كايناش. وكتلاحظوا اننا ضربنا في العرض 0.3
بالنسبه لشاب المورتي وليتونشيتي ملتي كوش وليتونشيتي ضربناها في العرض ديالها 0.3 ضربناها في البوا سور فاسيك وكنحصلوا على البوا. بالنسبه لوندوي سو بوتر والبوتر هنا عندنا البوا فوليمي كيلو نيوتن بار متر كيوب، لذلك خصنا نضربوا متر كاري باش نحصلوا على كيلو نيوتن بار متر لينير. هذا المتر كاري دائما نحطوه في بالنا اننا خصنا نتجاهلوا الطول ديال البوتر. الطول ديال البوتر عندنا هنا هو 3 المتر، ما غنضربوش فيه ولكن غادي نضربوا في العرض ديال لوندوي اللي هو 0.9. منين جات هاد 0.9 ممكن ترجعوا للفيديو السابق وانتم تفهموا. نضربها في 0.01 ليبيسور كنحصلوا على 0.009 متر كاري. نضرب 18 كيلو نيوتن بار متر كوب كنحصلوا على 0.162 كيلو نيوتن بار متر لينير. هذا بالنسبه لوندوي سو بوتر. بالنسبه للبوتر كنحصلوا على 4.5 كيلو نيوتن بار متر لينير، وغنحصلوا في النهايه على شارج بيرمانونت كوميلي ديال الان 2 هي 4.66 كيلو نيوتن بار متر لينير. بالنسبه لشارج ديكسبلوطاسيون عندنا 0.3 العرض ديال البوتر ان 2 نضرب في 1.5 شارج ديكسبلوطاسيون كتساوي 0.45 كيلو نيوتن بار متر لينير. الا بغينا نديرو الكومبينيزون على طاليميت اولتيم غنديرو 4.66 اللي هو شارج بيرمانونت مضروبه في 1.35 زائد 0.45 شارج ديكسبلوطاسيون مضروبه في 1.5 كتساوي 6.97 كيلو نيوتن بار متر لينير. بالنسبه لشارج اليطاليميت سيرفيس عندنا 4.66 زائد 0.45 كتساوي 5.11. وبنفس المبدا غادي نمشيو للان 3. الا كانوا عندنا لي بوا سيرفاسيك غادي نضربوه في لونغور واحد اللي هو العرض، والا كان عندنا البوا فوليميك غنضربوه في سيرفاس اللي هو العرض، وليبيسور دائما نساو طول. في النهايه غادي نحصلوا على 16.13 كيلو نيوتن بار متر لينير بالنسبه للشارج بيرمانونت اللي نازله على الان 3، و 4.95 كيلو نيوتن بار متر لينير بالنسبه للشارج ديكسبلوطاسيون سيغ ان 3. ومن بعد كنمثلوا داك النتائج اللي لقينا على الشيما ميكانيك دو بوتر، وكنتابوناو وكنبارطاجيو مع الصحاب وكنفعلوا زر الجرس وبس. الفيديو المقبل ان شاء الله هنخصصوا لكيفيه تحديد سيرفاس دافليونس بالنسبه لدار بلان او دار كروس. تهلاو.